لو ذهبنا إلى موضوع التغريدة، تغريدة سماحة السيد بعد الإعلان عن جدولة انسحاب القوات القتالية في نهاية هذا العام، يعني نلاحظ الكلمة الأولى السيد شكر المقاومة العراقية الوطنية. المقاومة العراقية الوطنية، لأن لدينا بعض الفصائل تأخذ قرارات من خارج العراق ليست تذهب لمصلحة الشعب العراقي. لذلك كان أنا ما أقول مواطنين، كان كلام سماحة السيد واضح جدا أن يشكر المقاومة التي عندما تطلق صاروخ ضد القاعدة الأمريكية بهدف أن يكون هو في مصلحة الشعب العراقي. أعتقد سماحة السيد كان واضح في خطاباته في السنة الأخيرة، قال يجب أن نذهب إلى الحل الدبلوماسي والسياسي باعتبار الوجود الأمريكي قليل، لا يقاس الوجود الأمريكي كما يقاس في وجوده في عام 2006 و7 و8 عندما كانت الدبابات الأمريكية منتشرة في كل شارع وفي كل زقاق. تمام. في ذلك الوقت أول من رفع سلاح المقاومة واتهم حتى من قبل الشيعة جيش المهدي. جيش المهدي بال2004 رفع سلاح المقاومة علنا بإمكانيات بشرية قبل ما تكون هناك إمكانيات سلاح، يعني كانت دروع بشرية بالبداية، بعدين تطور إلى القتال إلى سلاح، وكانت هناك انتفاضة الأولى والثانية وقتال، واستمر القتال في لواء اليوم الموعود وجيش الإمام المهدي، ونفذت كثير من العمليات على القوات الأمريكية في ظل بعض من يدعي المقاومة الوقت الحاضر كان محارب لجيش الإمام المهدي في ذلك الوقت. لم يشترك في المقاومة في ذلك الوقت عندما كانت الأمريكا يجوبون شوارع العراق. أعتقد يبقى هذا العنوان من هذا الاعتبار تعتبر أنه السيد مقتدى الصدر هو زعيم المقاومة، لأن أخذ المقاومة في وقت الكل كان يخشى أن يتكلم في كلمة في التلفاز ما يقدر يحكي على الأمريكان، هو مشترك في العملية السياسية آنذاك ويحافظ على مصلحة أمريكا وساند الجيش. كانت بعض قطاعات الجيش تخرج مع القوات الأمريكية وبعض يعني بعض قيادات الحالية التي تدعي المقاومة تخرج مع القوات الأمريكية لاعتقال أبناء الشعب العراقي. بصراحة أسألك، طلب من أنه يعطى هذا الوصف زعيم المقاومة خاصة في وقت التظاهرات، لإعطاء أيضا زخم للفصائل الأخرى خاصة في قضية التظاهرات وغيرها وإشراك التيار الصدري والنزول إلى الشارع. واليوم من وصلنا إلى مرحلة، لا يعني إحنا سمعنا الآن الكلام الشيخ الفردوسي يقول لك لا ما له علاقة. يعني الموضوع زعامة المقاومة سيد الصدر لم يطلبها لنفسه أبدا لهذه اللحظة، الزعامة هي زعامة ميدانية وليس زعامة كما يدعون. السيد الصدر عندما تقرر أن يكون مقاوم خرج للميدان قاتل بنفسه، قاتل مع أتباعه في أحداث معروفة، يعني ما حد يقدر ينكرها أصلا هذه الأحداث، في ظل من يدعي المقاومة الوقت الحاضر كان جالس أو كان قسم من عندهم حتى يعمل مع الأمريكان. يعمل مع الأمريكان وبدأ بالوقت الحاضر تضاربت مصالحه، أو قد تكون بعض الأوامر لا تأتي من الداخل مصالح دول ثانية أو دول ثانية أصبح مقاوم في الوقت الحاضر. الآن تعتبرون الحوار اللي صار الحوار استراتيجي لحد الآن في هذه اللحظة؟ العراق ليس بحاجة إلى قتال قدر ما يعني ريق دم العراق. عندي كان السبب في وجود أمريكان أو وجود قوات أمريكية منتشرة في الشوارع، كان هناك سبب يدعي إلى رفع السلاح. اليوم الحوار السياسي العمل الدبلوماسي أثبت نجاحه خصوصا السنتين الأخيرة، أثبت نجاح طبعا، وبهذا المفاوضات أثبتت يعني مثل ما تفضل السيد حمد أثبتت أنه أمريكا لديها قوات قتالية على الساحة، بينما كانت حكومة السيد العبادي تنفي هذا الموضوع والحكومة الأمريكية تنفي هذا الموضوع نفس الوقت. اليوم بالمفاوضات قال لدينا فصيل أو لدينا أعداد قتالية سنسحبها من نهاية العام. طبعا هذا الانسحاب وهذا الترحيب هو يبقى محل مراقبة من قبل التيار الصدري من قبل الكتل السياسية الأخرى أنه يجب أن ينفذ كما وعد كما نفذ أنه في نهاية العام. نهاية العام ما بقى شيء عليه إلا أشهر قليلة.